أنا بشكر حضرتك جدا جدا على هذا الحوار الثري، سعادة السفير سيرجي كيربيتشينكو شكرا سفير لك، روسيا في القاهرة، بشكر حضرتك على وقتك طبعا. شكرا أخت ريهام. شكرا لحضرتك. وفي النهاية قبل أن ننهي الحديث اسمح لي أن احنا نقدم لسيادتكم هدية بسيطة من قناة التحرير، وهي عبارة عن بورتريه للرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين تقديرا منا للعلاقات والدور الروسي وعلاقته طبعا التاريخية بمصر. أنا شاكر على هذه اللفتة، كانت غير متوقعة. شكرا لحضرتك، لذلك هي سرة جدا في الحقيقة. شكرا لحضرتك، شكرا لك يا فندم. تفضل يا فندم. دي هدية من قناة التحرير تقديرا طبعا للعلاقات المصرية الروسية. تفضل. أنا شاكر جدا، صورة رائعة للرئيس بوتين في حقيقة الأمر، وأنا شاكر للقناة على حضرتك. هذه اللفتة الكريمة جدا. شكرا لك سيادة السفير، وبالتوفيق دايما. شكرا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم. إن شاء الله أشوفكم قريب في حوار خاص آخر. إلى اللقاء.